السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الضريس. هذا كيجي مخدوم بالراندا ديال الكورميت، كيجي زوين وكيجي مواتي للراندا ديال الكورميت. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنسونيش أخواتي اللي عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة، وبارطاجيو الفيديو مع الأخوات اللي مهتمات بالراندا وباغيات يتعلموا ليها باش يشوفوا هذا الضريس ويستافدوا منه، راه كيجي زوين. وشكرا لكم. نبداو بسم الله. بالنسبه للحرير اخواتي، في الاول راني جربتو على ثلاثه الشعرات ولكن جات الخدمه غليظه، ومن بعد راني درتو غير على جوج. كاين شي مره الحرير هو تيكون غليظ، وكاين شي مره الخدمه هي تنكون بحال هكا، يا اما تنغلفو فيها اولا تنضوبلو فيها الخيط، فما ما تجيش الخدمه على ثلاثه زوينه. انا درتو دابا غير على جوج شعرات. نبداو البره، غنخدم بالبره النمره 6. دائما كيف ما العاده انا الطريقه ديالي كنلاقي لكم هو الاول، يا اما الملاقيه ديال الراندا اولا الماكينه، داكشي على حسب المطلوب. نجي لهنا، تنبداو دائما ملي تكون الملاقيه بالماكينه تنبداو في هذه الجهه اللي على اليمين، باش ملي نمشيو نخدمو ما نجروش هاد الزديه هذه. نشد هنا الشده الاولى، نهز هاد العوينه ديال الحرير، صافي. غنجي دابا لهنا من جهه الزديه، من هاد الجهه على اليسار كنضربوا هاد الضربه باش كتجمع لينا هاد الزديه هادي باش ما تحلش. صافي، هاد الشده الاولى ما تنحسبوهاش، غنضرب دابا خمسة ضربات، واحده جوج ثلاثة أربعة خمسة. هذا هو القياس باش نبداو. غندير واحد القوس، غير هو غنكبر واحد شويه، غنخلي فيه الوسط قياس واحد جوج ضربات. هانتوما نحسب الضربه الاولى، الضربة الثانية، نشد هنا قياس الضربة الثالثة، صافي. ونخلي هاد الخيط شوية مطلوق بحال اللي باش يجي عالي الفوق. نجي لهنا نضوب لهاد القوس ونعود نرجع لهاد الجهة، غنشد حدا هاد الضربة تنضوبلو هاد القوس على ثلاثة. هادشي علاش درت انا الخيط غير على جوج شعرات، ملي درتو في الاول على ثلاثه وضوبلت هاد القوس جات الخدمه تتبان غليظه بزاف. ها نتوما اخواتي، غنجي عاوتاني لهنا نشد في الثوب، تيتكون لينا هنا واحد الخويط هو هذا، غنعاود نرجع فيه ونشد هنا في القوس، كنديرو بحال الملاقيه ديال واحد. نعاود نرجع لهاد العوينه، نرجع هنا ونشد هنا في القوس، نعود نرجع لهاد العوينه، نرجع هنا ونشد في القوس. وضروري نحسبوا هاد الشدات اللي تنشدوا في القوس باش من بعد يجينا الدرس كله قياس واحد، ويجينا حتى القياس ديال الكورميت اللي غندوروا يجينا القياس اللي حنا بغينا. غادي نبقى نخدم ونحسب هاد الضربات، غنديرو عشرة، واحد جوج ثلاثة. يلاه درت ثلاثة، دابا نرجع في هاد العوينة، ملي نكون راجعة عاوتاني نخدم في هاد العوينة ونشد هنا في القوس، نرجع هنا بحال اللي عوض ما نحبكو في القوس عاد ندوزو هاد الملاقية، كندوزو في مرة وحدة غير الملاقية صافي، بلا ما نضلو نعمرو في القوس تتجي حتى الخدمة دايرة. صافي هانتوما شديت هنا في القوس، نرجع نخدم في هاد العوينه ونعاود نرجع هنا وعاد نشد في القوس. واخا يعمر القوس نجر هاد الخدمه ديالي لهنا ونكمل، حتى نكمل عشرة شدات هنا في القوس، وهنا تيوليو عندي عشرة العوينات. تنحسبو حتى هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. صافي نكمل نرجع، ملي تكون تخدمو واخا دورو هاكا الدرس لهاد الجهة باش تجيكم الخدمة ساهلة. نرجع هنا في هاد العوينة، ملي نكون نازلة ندير الخيط الفوق ونعاود نخدم في هاد العوينة ونشد في القوس، نخدم هنا نعاود نشد هنا في هاد العوينة وعاد نشد هنا في القوس. نحسبوا هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، غنزيد غير هادي هي عشرة،
نرجع هنا نشد هنا في القوس صافي ديال الشده الاخرى صافي. نجي لهنا دابا نشد هنا في هاد العوينه ونرجع هنا باش نهبط هاد الضربه حتى هي لهنا للثوب بهذه الطريقه هذه صافي. هذا هو القوس ديالنا، جاو فيه 10 العوينات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صافي. هنا راه ما محسوباش هاد العوينه، راه غير شده شدينا بها. دابا ملي تنكملوا هاد القوس ها نتوما بعد هاد القوس راه تيجي واقف وتيجي داير بهذه الطريقه، غير نعمروه مزيان ونشدوا القياس ديالو. نجي دابا لهنا لهاد العوينات، غنخلي هاد العوينه الاولى ونشد هنا في الثانيه، وملي نشد هنا غنلوي على البره جوج لويات. دابا غنبداو الخدمه ديال الكورميط، نرجع في هذا الخيط غنضرب جوج ضربات، ها وحده ها جوج صافي. ونشد هنا في هذه العوينه الاولى اللي في القوس ونرجع في هذه جوج عوينات، ها الاولى ملي نبغي نشد في الثانيه ما نساوش دائما نبقاو نلويو على البره جوج لويات باش تجينا هاد الجهه هادي اللي في الجنب واقفه ويجونا هاد العوينات واسعات. حقاش باقي غنزيد واحد القويصات، نعاود نرجع دابا في هاد جوج عوينات، هادي راه الطلعه الثانيه. دابا غنعاود نشد في هاد العوينه ونطلع مع هاد جوج عوينات الطلعه الثالثه، نشد في هاد العوينه الاولى، العوينه الثانيه كيف ما العاده نلوج لويات على البره، وملي غنكون راجعه غنخدم في العوينه الاولى صافي. العوينه الثانيه غادي نرجع لهنا ونغلفها بثلاثه المرات، 1 2 3 ونشد هنا في نفس العوينه. دابا ما غنجيش للعوينه اللي حداها، غنشد في هذه نفسها. هانتوما اخواتي الا لاحظتوا مع ملي كنغلفوا هاد الكورميط في الاول ملي درت الخيط على ثلاثه، وانا اصلا هاد الحرير صدق بحال اللي غليظ، جا هاد الدرس غليظ بزاف، دابا الصراحه جا زوين. نرجع دابا غنعاود كيف ما الاول، غنجي لهاد العوينه نلوي جوج لويات على البره ونرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، 1 2. دابا غنجي للعوينه اللي حدا هادي غير في هاد السطر اللي كنعاودو في نفس العوينه. دابا غنجي للعوينه اللي حداها، نرجع في جوج عوينات، الطلعه الاولى كنحلو فيها العوينه، هاد الطلعه الثانيه كنخدمو عادي هنا نلوج لويات على البره، نعاود نرجع نشد في هاد العوينه اللي حداها. دابا هاد الرجعه الثالثه نشد في العوينه الاولى، العوينه الثانيه نلوج لويات على البره. ملي نكون راجعه نخدم غير العوينه الاولى والثانيه، غادي نغلفها نرجع لهنا، الخيط كنخليه نازل الاتجاه ديال القوس ونجي لهاد العوينه نغلف ثلاثه المرات، 1 2 3. وهنا غنشد في نفس العوينه اللي خدمت فيها هاد السطر اللي قبل من هذا صافي. ونجي لهنا نلوج لويات على البره، ما تنساوش تلوج لويات على البره، انا شي مرات ننسى ولكن كنعاود نحل. نرجع لهاد الخيط نضرب جوج ضربات، 1 2. نجي لهنا العوينه اللي حدا هادي نشد فيها، نخدم هاد جوج عوينات هنا غنلوج لويات على البره صافي. ونرجع مع السطر نشد هنا في هاد العوينه، نخدم هاد جوج عوينات هنا غنلوج لويات. ملي نكون راجعه نخدم غير العوينه الاولى صافي، ونقلب الخيط لتحت جهه القوس ونرجع لهاد العوينه ونغلف ثلاثه المرات، 1 2 3. وهنا ضروري اخواتي باش يجيكم القياس هو هذاك وتجيكم هاد الكورميط دايره بالقوس، هنا ضروري تعاودوا تخدموا في نفس العوينه صافي. بنفس الطريقه اخواتي غنرجع لهاد العوينه نلوج لويات على البره، نرجع في هاد الخيط نعمر فيه جوج ضربات، نشد هنا في هاد العوينه
نرجع في جوج عوينات هنا لوج لويات على البرة، ونرجع هنا نشد هنا في هاد العوينة، نرجع مع هاد السطر هنا لوج لويات على البرة. ملي نكون راجعة نخدم غير في العوينة الأولى، العوينة الثانية غنقلب الخيط لتحت ونغلف، واحد جوج ثلاثة، هنا نخدم في نفس العوينة صافي، ونجي لهنا لوج لويات على البرة، نرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، واحد جوج، نشد هنا في هاد العوينة، هانتوما الخيط راه ولا قصير صافي، غنبدلو خيط سالا هنا ماشي مشكل. نجي دابا نفس العوينة اللي ساليت فيها وندخل فيها البرة، نهز هاد العوينة ديال الحرير، هاد الضربة نزيروها، تنبقاو نديرو لها هاد الطريقة هادي باش تجي ديك السريفة نازلة لتحت صافي، ونرجع نكمل الخيط كنخليه هنا، ما نديهش معايا في الخدمة، نخليه غير في جهة القوس حتى نخدم فوقه ونقطع. هاد السطر كنرجعوه عادي، نوصل لهنا لوج لويات على البرة، ونعود نرجع مع السطر، صافي نشد في هاد العوينة ونخدم على الخيط، هادي هي العوينة اللي بقات صافي. دابا غير نقطع هاد الخيط، نرجع في هاد جوج عوينات، واحد جوج، تانية لوج لويات على البرة. ملي نكون راجعة في هاد السطر غنخدم غير العوينة الأولى، في العوينة التانية غنقلب الخيط لتحت ونغلف ثلاثة المرات، واحد جوج هتلاتة صافي. وكيف ما العادة غنشد هنا في نفس العوينة، هانتوما اخوات جانا القياس هو هذاك، هاد الدورة هادي درنا فيها خمسة الكورميطات وعشرة العوينات اللي خدمنا في الاول، جابوا لنا هاد القياس هذا ما شاطت لينا تاع عوينة، جانا القياس هو هذاك صافي. دابا غنجي لهنا للثوب، غادي نضرب هاد الضربة الاولى، الضربة الثانية، ونجي لهنا نشد في هاد العوينة باش ننزلها حتى هي لعند التوب صافي، ونشد هنا في التوب. هانتوما اخواتي هادي هي الدرسة ديالنا، تجي على هاد الشكل، تجي الصراحة واقفة ومتقونة، وحتى الشكل تيجي زوين. هاد الدرس ديال الكورميط يمكن لكم تخدموه مع اي راندة فيها الكورميط، صراحة تيجي زوين، تيجي مواتي مع الخدمة. هانتوما هنا اخواتي غنحسب خمسة الضربات ديال هاد الدرسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وهنا الوسط غنضرب ثلاثة الضربات، وحدة ها جوج ها ثلاثة صافي، وعاد غنضرب خمسة فاش غنبدا عاوتاني، يعني المجموع غنضربو ثمانية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها ثمانية، ثلاثة كيبقاو لينا الوسط، وخمسة كنخدمو فيهم هاد الدرسة الأخرى. غادي نعاود معاكم أخواتي وحدة بالزربة، باش حتى اللي ما فهماتش معانا هنا تفهم هنا، وحتى إلا نسيت أنا شي حاجة ما شرحتهاش نعاود نشرحها هنا. غادي ندير قوس غنحسب فيه قياس جوج ضربات، واحد جوج، في الثالثة غنشد، يعني الوسط خليت قياس جوج ضربات. هاد القوس نخليه شوية مطلوق، هاد الخيط ترخيه ونطلعو الفوق، نرجع هنا في هاد العوينة نضوب لهاد القوس، كنضوبلوه بثلاثة المرات، نعاود نجي لهنا حدا هاد الضربة، هذا هو القوس كيبقى بحال هكا مضوبل على ثلاثة المرات، نعاود نجي لهنا حدا هاد الضربة ونشد. كيتكون عندنا هاد الخويط غنرجع نخدم فيه الخدمة ديال الراندة عادية، ولكن غنجي نشد هنا صافي، نرجع هنا في هاد العوينة ونعاود نرجع هنا ونشد في القوس، كنمشي ونرجع بالراند عادي، نعود نجي هنا نرجع في هاد العوينة ونشد هنا في القوس، نرجع في هاد العوينة هنا، ملي نكون نازلة نعود نشد هنا ونشد هنا في القوس،
غنبقى غادية بنفس الطريقة حتى نشد هنا في القوس 10 المرات، وتيولوا عندنا هنا في الدورة ديال هاد القوس 10 العوينات. صافي ملي تكملوا عندنا 10 العوينات نشد هنا، نجي لهاد العوينة نشد فيها، نرجع هنا في هاد العوينة وننزلها حتى هي للثوب. هنا كنشدو في نفس العوينة، هانتوما هادي نفسها غنشد فيها. صافي هذا هو القوس ديالنا، هانتوما تيجي واقف عامر وتيجي متقوم. صافي دابا غنجي لهنا، غنخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها ونجي لهادي اللي حداها، نلوي جوج لويات على الابره ونرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، واحد جوج، نجي لهنا العوينه الاولى اللي عندنا في القوس نشد فيها، نرجع مع هاد السطر نخدم في هاد جوج عوينات، نرجع في هاد العوينه نلوي جوج لويات على الابره ونرجع مع هاد السطر، نشد في هاد العوينه اللي في القوس. هانتوما اخواتي نتمنى يكون واضح ليكم. نرجع مع هاد جوج عوينات هنا نلوج لويات على الابره. ملي نكون راجعه دابا نخدم غير في العوينه الاولى، العوينة الثانية غنقلب الخيط لتحت نرجع لهاد العوينة ونغلف 3 المرات، واحد جوج هاد 3، ونشد في نفس العوينة ونرجع لهنا نلويج لويات على الابرة، نرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، واحد جوج، ونجي لهنا نشد في القوس نرجع مع هاد جوج عوينات، هنا نلوج لويات على الابره، نرجع مع هاد السطر عادي، نشد في هاد العوينه هاد السطر الثالث نخدمو حتى هو عادي، ولكن ملي نكون نازله نخدم غير العوينه الاولى، العوينة الثانية غنقلب الخيط لتحت ونغلفها ب3 المرات. هنا غنشد في نفس العوينة، ضروري نشدو في نفس العوينة باش جينا الكورميط دايرة، ويجينا الحساب هو هداك ديال هاد العوينات باش يهزو لينا 5 الكورميطات بحال هادي. صافي نرجع دابا هنا في هاد العوينة نلوج لويات على الابرة، نرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، واحد جوج، نشد في هاد العوينة نرجع مع هاد السطر نضرب جوج ضربات، هنا ضروري ما ننساوش نلوي على البرج لويات ونزل مع السطر، نعاود نشد في هاد العوينه نرجع مع هاد السطر نخدم في هاد العوينه نلوي على البرج لويات ونرجع مع السطر. ملي نكون نازله نخدم غير العوينه الاولى، العوينه الثانيه غنغلف، واحد جوج هاد 3، وهنا نشد في نفس العوينه، نجي لهنا لهاد العوينه نلوج لويات على الابره، نرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، واحد ها جوج، نشد هنا الخيط اخواتي تسالى غادي نحيدو، ولكن ضروري نشدو هنا عاد نحيدو الخيط، غادي نركب خيط اخر نوريكم كيفاش غادي نركبو الخيط عادي كيف ما راندم تنكون نخدمو، غير نتقنوا هذيك التركيبه ديال الخيط باش ما تجيناش باينه. نجي لنفس العوينه نشد، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نزير هاد الضربه مزيان كنبقى نديها ونجيبها بحال هكا باش كتزير،
الخيط غنخليه هنا يبقى نازل مع القوس، ونرجع انا نخدم في هاد العوينات عادي. هنا الوجه لويت على البرا، نرجع نشد هنا في هاد العوينه صافي. دابا غير نقطع الخيط، نرجع في هاد جوج عوينات ملي نكون نازله نخدم العوينه الاولى. العوينه الثانيه غنغلفها، تنقلب الخيط لتحت ونغلف بثلاثه المرات، وضروري هنا نشد في نفس العوينه. نرجع في هاد العوينه الوجه لويت على البرا، نرجع في هاد الخيط نضرب جوج ضربات، نجي لهنا لهاد العوينه اللي حداها ونشد. نرجع مع هاد السطر. غادي تلاحظوا اخواتي بانني كل مره كنوقف الفيديو غير سمحوا لي حقاش حدايا واحد الدار يلاه كتبنا وفيها الخبيط، راه حتى مره غتسمعوا الخبيط. انا كنبقى نحاول فيما هكا بداو كيخبطوا كنحبس انايا، ملي كيخدموا هما كنحبس انا الخدمه. المهم كنلقى صعوبه باش نصور الفيديو، ولكن ماشي مشكل. المهم غير سمحوا لي الا سمعتوا صداع ولا شي حاجه. غادي نرجع دابا مع هاد السطر، نخدم العوينه الاولى. العوينه الثانيه غنلوج لويت على البره، ونرجع هاد السطر عادي. نشد هنا في هاد العوينه هي الاخرى، انت ما كتبقى لينا حتى عوينه، كنشدو في العوينه الاخرى ونرجع مع هاد السطر عادي. نخدم العوينه الاولى، العوينه الثانيه الوجه لويت على البره. ملي نكون راجعه كيف ما العاده نخدم في العوينه الاولى والعوينه الثانيه، نقلب الخيط لتحت ونرجع لهاد العوينه ونغلف بثلاثه المرات، واحد جوج ها ثلاثه، ونشد هنا في نفس العوينه. هانتوما تجينا هاد الكورميط دايره مع هاد القوس. نجي دابا لهنا للثوب، نضرب الضربه الاولى، الضربه الثانيه، نجي لهنا لهاد العوينه نشد فيها ونجرها بحال هكا، ننزلها لعند الثوب صافي، ونعاود نشد هنا بنفس الطريقه اخواتي. من هاد الشده نحسبوا 8 ونبداو درسة جديدة كيف ما العادة. كمل معاكم اخواتي، انا زدت خدمت واحد الوحدة، بغيت غير نوريكم هنا ملي كنبغيو بحال هكا نخدمو لكم. الا شدينا بحال هكا بالفنيتة كيبقى هاد الراس ديال الفنيتة يتشدنا فيه الحرير. هانتوما ديروا هاد الطريقة، تنجي انا من هنا بحال كنزل راسي الفنيتة لتحت وكنشد التوب بحال هكا صافي، وكندرك هاد الفنيتة هكا بالتوب، ما كيتشد فيها الحرير لا والو، غير باش تخدمو نتوما مرتاحات صافي. نجيو اخواتي نديرو هاد القويصات فوق هاد الضرس هذا، غنجي لهاد العوينه نثبت فيها الحرير صافي، ونجي لاول عوينه هنا اللي دايره بهاد الكورميط، نشد فيها بحال هكا، نخلي هاد العوينه ونجي هنا نخلي هاد الخيط مطلوق واحد شويه، ونرجع لهاد الخيط نضوب لهاد القوس صافي، وندير الخيط على يدي اليسر ونغلف، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. المهم غير كنحاولوا نحسبوا باش يجونا هاد الاقواس كلهم قياس واحد. هانتوما دابا غنجي لهنا العوينه اللي حدا هادي ونشد فيها، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هاد الخيط مطلوق واحد شويه، ونرجع لهاد الخيط اللي ما بين هاد القوس وهاد القوس، نشد هنا كنضوبلو هاد القوس صافي، ونلوح الخيط على يدي اليسر ونبدا نعمر في هاد القوس. كنعمروه مزيان، بغينا نحسبو نحسبو باش يجيونا كلهم قياس واحد. درت هنا ثلاثة أربعة
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، كيهز عشرة الحبكات باش كيجي هاد القوس واقف ومتقون. نجي لهاد العوينة نشد فيها ونخلي عاوتاني هاد العوينة ونشد هنا، بحال كل غورميط كنديرو فوقها واحد القوس. نرجع لهاد الخيط نضوب لهاد القوس صافي، ونلوح الخيط على يدي اليسرى ونعمر. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، صافي. بنفس الطريقة نشد في هاد العوينة نخلي هاد العوينة ونجي لهنا نطلق هاد الخيط واحد شوية، نرجع لهنا نضوب لهاد الخيط صافي، وندير الخيط على يدي اليسار ونبدا نعمر. صافي نشد هنا نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، هانتوما الاخر عوينة كتبقى لينا كنشدو فيها، نطلق هاد الخيط واحد شوية نرجع هنا صافي ونعمر. واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، تقدروا تزيدوا حبكة تقدروا تنقصوا حبكة ماشي مشكل، المهم هو ان القوس يجي عامر مزيان باش يجي متكون باش كيبقى بحال هكا واقف. صافي غنجي لهنا انتوما لهاد العوينة اللي شادة في التوب، نثبت فيها هاد الخيط اللي عمرنا به هاد القوس انتوما بهذا الشكل صافي. ونجي دابا هاد العوينات غنخدم فيهم عادي، واحد جوج هاد ثلاثة، وندوز لهنا العوينة الأولى نشد فيها، نخلي هاد العوينة ونشد هنا، وخا كنخليو أخواتي هاد الضربات هنا الوسط راه ملي كنخدمو هاد القوس وهاد القوس يلاه كيجينا. أنا راه من قبل جربت وخليت الوسط غير ضربة، ولكن ملي خدمت هاد القويصات تزداو يعني جا هاد الدرس مزاحم. انتما اخواتي نكملوا بنفس الطريقه، انتما هذا هو الدرس اخواتي، نتمنى ان هذا الدرس يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا الدرس يمكن لكم ديروه مع اي راندا فيها الغورميط. نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه شارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل للاخوات اللي باغيه تتعلموا راندا يشوفوا هذا الدريس درس جديد وزوين كيجي مواتي مع جميع الراندا اللي فيها الغورميط. وشكرا لكم، السلام عليكم، تلقوا فيديو آخر إن شاء الله.